السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد الترحاب بكم في درس جديد من دروس النشاط العلمي للمستوى الثالث ابتدائي. عنوان هذا الدرس مشروعي التكنولوجي، كيف أصنع مجسما للمجموعة الشمسية؟ Comment je fabrique une maquette du système solaire؟ الأسبوع 30، الحصة 6. الهدف التعلمي أصنع مجسما للمجموعة الشمسية. Je fabrique une maquette du système solaire. إذن في هذا الدرس الذي هو عبارة عن مشروع تكنولوجي سنتعلم صنع مجسم للمجموعة الشمسية، وذلك باستحضار الدروس التي درسناها حول المجموعة الشمسية وكواكبها الثمانية. أنطلق، ألاحظ الرسمة وأضع خطة لصنع مجسم للمجموعة الشمسية. الرسم يمثل المجموعة الشمسية. ماذا يضم هذا الرسم؟ إن هناك الفضاء، الشمس مركز المجموعة الشمسية، خطوط دائرية تمثل المدارات التي تدور حولها كواكب المجموعة الشمسية، ثم كرات تمثل المجموعة الشمسية. أتساءل كيف أصنع مجسما للمجموعة الشمسية وما هي مراحل إنجازه؟ إذن كيف يمكنني أن أصنع مجسما للمجموعة الشمسية؟ ما هي الأدوات التي سنحتاجها؟ وما هي مراحل إنجاز هذا المجسم؟ أفترض باستعمال ربما باستعمال العجين وتشكيله على شكل كرات تمثل كواكب المجموعة الشمسية. إذن لنتابع طريقة إنجاز مجسم للمجموعة الشمسية. أختبر، أحتاج إلى، إذن ما هي الأدوات التي سوف أحتاج إليها؟ قطعة من البوليسترين، قطعة من البوليسترين التي نجدها عند اشتراء الآلات الجديدة تكون مغلفة لكي تقيها من الصدمات، إنها قطعة من البوليسترين. ثم 9 أسياخ من الخشب، 9 أعمدة خشبية صغيرة. ثم عجين مطاوع بألوان مختلفة، عجين يمكن تشكيله على شكل كرات أو مجسمات أخرى ويكون بألوان مختلفة. إذن هذه هي الوسائل التي نحتاجها: قطعة بوليسترين، أسياخ خشب 9، ثم عجين مطاوع. أنجز إذن طريقة إنجاز المجسم للمجموعة الشمسية. أولا، أصنع كرات من العجين المطاوع بأحجام وألوان مختلفة تتناسب مع الرسم التالي. إذن سنقوم باستعمال العجين المطاوع بتشكيل كرات بأحجام وألوان مختلفة مثل الموجودة في هذا الرسم. ثانيا، أثبت الكرات على الأسياخ الخشبية. إذن سأقوم بتثبيت الكرات بواسطة أعمدة خشبية، ثم أغرز الأسياخ في قطعة البوليسترين. أقوم بغرز القطع الخشبية التي قمت بتثبيتها على الكرات، سوف أغرزها في قطعة البوليسترين لتثبيتها. ألصق بطاقات
تحمل أسماء الكواكب على قطعة البوليستيرين. إذا نقوم بإلصاق بطاقات تحمل أسماء الكواكب المجموعة الشمسية. إذا لنشاهد بعض المجسمات للمجموعة الشمسية. أستخلص، أملأ الفراغات بما يلي: مختلفة، الكواكب، الشمس، مجسم الشمسية. لصنع للمجموعة يمكن استعمال كرات من العجين المطاوي بأحجام تمثل وكرة كبيرة تمثل. إذا لصنع مجسم للمجموعة الشمسية يمكن استعمال كرات من العجين المطاوي بأحجام مختلفة تمثل الكواكب وكرة كبيرة تمثل الشمس. لصنع مجسم للمجموعة الشمسية يمكن استعمال كرات من العجين المطاوي بأحجام مختلفة تمثل الكواكب وكرة كبيرة تمثل الشمس. أغني معجمي، مجسم ماكيت، مجسم ماكيت، مجموعة شمسية سيستم سولير، مجموعة شمسية سيستم سولير. أستثمر، je complète le tableau en utilisant ma maquette A et le document B. إذا سأكمل أرقام وأسماء الكواكب في هذا الجدول. Un, c'est Mercure. Un, c'est Mercure. Deux, Vénus. Terre, trois. Quatre, Mars. Jupiter, cinq. Six, Saturne. Sept, Uranus. Huit, Neptune. فضلاً وليس أمراً، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيراً.